من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وكشف الله به الأمة، صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجرني الله وإياكم من النار ومن عذابها. إخوة الإيمان، موضوع لقائي معكم في هذه الجمعة المباركة حول هذا الموضوع: التجارة الرابحة. كل الصفقات أيها الكرام يربح فيها الإنسان أو يخسر حينما يقدم ماله في صفقة من الصفقات، فإنه لا يضمن فيها الربح بحال من الأحوال. إن كان مؤمنا فإنه يعتمد على الله سبحانه عز وجل ويرجو ثوابه ويرجو العطاء والنوال منه سبحانه عز وجل مع الدعاء والإلحاح عليه سبحانه عز وجل أن يربحه في هذه الصفقة. وإن كان غير مؤمن ولا معتمد ولا متوكل على الله سبحانه وتعالى فإنه يقابل بماله قد يربح وقد يخسر. ولكنه أيها الكرام، هناك صفقة رابحة على الدوام، فصاحبها لا يخسر في حال من الأحوال، سواء كانت أزمة مالية أو كان رخاء ورغد عيش في عالمنا اليوم في حال من الأحوال، وبأي مال قدمه فإنه رابح، لأن الذي يضمن الربح والذي ينفي عنك الخسارة هو الغني سبحانه عز وجل. صاحب من يعطي، صاحب العطاء، صاحب الكرم، صاحب الإحسان سبحانه عز وجل. التجارة الرابحة، تجارة لن تبور، تجارة لن تخسر، تجارة لن يضيع صاحبها. قال تعالى بعد أن سأل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يدلهم على تجارة يربحون فيها، أي التجارات نتعامل، فنزلت هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة، هذه التجارة ثمنها وربحها هو الفوز في الدنيا والآخرة والفوز بالجنة التي عرضها السماوات والأرض، الفوز بسلعة الله الغالية. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. مقابلها أيها الكرام الفوز في الدنيا والآخرة، مغفرة الذنوب ونيل الثواب والأجر عند الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم
كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. أيها الكرام، قدمنا أموالنا لله سبحانه عز وجل فسنجد الضعف لأنه مطالب منا أن نقرضه سبحانه عز وجل. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. كان الصحابة رضوان الله عليهم يتفاعلون مع القرآن الكريم تفاعلا عجيبا ويؤثر في أخلاقياتهم وفي سلوكياتهم وفي توجهاتهم فيقوم اعوجاجهم ويدلهم كما يدلنا على الطريق الصحيح فيسلكون مسالكه ويسلكون سبله فلذا نجوا. وهذا أبو الدحداح أيها الكرام، لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: في ذاك أبي وأمي يا رسول الله، إن الله يستقرضنا وهو غني عن القرض، إن الله يطلب منا القرض أن نقرضه أموالنا وهو غني. قال: نعم، يريد أن يدخلكم الجنة بي. قال: فإني إن أقرضت الله قرضا يضمن لي ولسقيتي معي الجنة؟ قال: نعم. قال النبي، قال أبو الدحداح هذا الصحابي الطيب الكريم، قال: ناولني يدك. فناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: إن لي حديقتين، أحدهما بالسافلة والأخرى بالعالية، والله لا أملك غيرهما، قد جعلتهما قرضا لله تعالى. قال رسول الله: فاجعل إحداهما والأخرى معيشة لك ولعيالك. فقال: أشهدك يا رسول الله أني قد جعلت خيرهما لله تعالى، وهو حائط أي بستان كان فيه من نخلة 10 نخلات 100 200 بل فيه 600 نخلة أقرضتها كلها لله. يريد التواب. هذا لا يدعي الإيمان فقط ولا يدعي أنه يريد الجنة، قدم على هذا الادعاء برهانا صادعا وحجة دامغة على همته العالية، قدم أعز ما يملك وله الاستعداد الكامل بالتضحية بكل شيء، وقد فعله الصحابة رضوان الله عليهم قبل هذا. أبو بكر لما أذنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة معه، ما الذي فعل؟ أخذ ماله كله وترك عياله وأباه بدون مال، حتى أخذ كيسا وملأه أحجارا ووضعه في قوة، ولأن أباه كان أعمى حينما يمد يده في القوة فيجد الأحجار في الكيس وهو يعتقد مالا. وسيدنا أبو بكر أخذ ماله كله في تجهيز رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، شرى نفسه وابتاعها من الله ومن الناس، من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. لما فعل أبو الدحداح هذا وأقرض الله القرض الحسن، أهل شعر بالندم؟ ولأنه قدم أعز ما يملك، بل حينئذ لما علم أن سهمه في البورصة صاعد فرح فرحا شديدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن الله قد قبل منك وجزاؤك الجنة، فانطلق ليبشر زوجته حتى جاء أم الدحداء وهي مع صبيانها في الحديقة اللي
تقدمها لله سبحانه عز وجل، لمع الله سبحانه عز وجل. والزوجة مع صبيانها في هذه الحديقة النبيعة، فناداها قائلا: يا أم الدحداء، خذي أولادك واخرجي من البستان، فقد أقرضته ربي وأنشأ يقول: بيتي من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع، ولا من ولا ارتداد، إلا رجاء الضعف في المعالي، فارتحلي بالنفس والأولاد والبر، لا شك فخير زاد قدمه المرء على المعاد. فماذا قالت الزوجة التي تربت على كنف النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل بكت وشقت الجيوب وردت ردا عنيفا مؤلما في وجه زوجها؟ أبدا، إنما ذلكم أيها الكرام، بل قابلت عرض زوجها بقلب مفعم بالمحبة ومفعم بالإيمان ومفعم بالقبول، فقالت لأبي الدحداء: ربح بيعك وبارك الله لك فيما اشتريت. ثم أجابته: بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد منح الله عيالي ومنح، قد منح الله عيالي ومنح بالعجزة السوداء والبلع، والعبد يسعى وله ما قد كلع طول الليالي وعليه ما اجترع. ثم أقبلت أم الدحداء على صبيانها تخرج ما في أفواههم وتلفظ ما في أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخر، فقال عليه الصلاة والسلام: كم غرق رتاع ودار الفياء لأبي الدحداء. هؤلاء أيها الكرام استوعبوا كلام الله تعالى، واستوعبوا عروض الله سبحانه عز وجل المغرية بالجنة التي عرضها السماوات والأرض. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. آمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، في غزوة تبوك يوم العصرة، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في التجهيز والتهيؤ لقتال الروم في تبوك، وهي غزوة شاقة في تبوك التي تبعد عن المدينة المنورة 600 كيلومتر، وهي مسافة شاسعة تستوجب على الصحابة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم الاستعداد الكامل والتام لهذه الغزو. فحتى الصحابة رضوان الله عليهم على النفقة وعلى الإنفاق في سبيل الله لتجهيز الجيش، فأخذ المسلمون يتقاطرون على النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذون من أموالهم لتجهيز جيش المسلمين. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ماله كله من أجل هذه الغزوة المباركة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فأخذ سيدنا عمر نصف ماله، نصف ثروته، فأعطاها لله. فجاء سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه فجهز ثلث الجيش، وأخذ كيسا من الذهب فأعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فبارك له النبي عليه الصلاة والسلام عطاء. فقال ذلكم الحديث مشهور: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، وهو يقلب فيما أعطاه سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الرجل الصالح الذي كان ينفق ثروته الهائلة، قد ينفق جله في زمن خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أصاب الناس قحط، وأصابهم الفقر والعوز، فجاءوا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه يشكون من حالهم، فوعده وطلب منه الصبر، عسى الله أن يفرج
هذه القربة وما يعيشونه من أزمة خارقة على مستوى الاقتصاد وغير ذلك. ولما كان آخر النهار أخبر الناس بأن قافلة من عثمان قادمة من الشام، فلما أصبح الصباح فجاء الناس يريدون أن يشتروا ويريدون أن يروا، فإذا بها 1000 بعير، قافلة تجارية مكونة من 1000 بعير محملة بالبر والزيت والزبيب، كلها لسيدنا عثمان، وقد كان تاجرا ثريا. مع هذا الثراء ومع هذا المال الكثير له الإيمان القوي بالله سبحانه عز وجل. وجاء التجار إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقاله: ماذا تريدون؟ قالوا له: إنك لا تعلم ما نريد، بئنا ما أتاك من التجارة، وإنك لا تعلم حاجة الناس إليه. فقالهم: كم تربحونني؟ قالوا له: نربحك الدرهم درهمين. قال: أريد زيادة. قالوا: نربحك الدرهم 4 دراهم. قال: أريد الزيادة. قالوا: نربحك الدرهم 5 دراهم. فقال لهم: أريد الزيادة. فهناك من أعطاني أكثر. فقال له: ليس في المدينة تجار غيرنا، وليس من يملك هذه الأثمان التي حددتها. فقال له الله سبحانه عز وجل: وعدني الزيادة الدرهم 10 دراهم. فأخذ هذه الأموال وأخذ هذه المؤن فصار يوزعها على الفقراء والمساكين حتى أتى عن آخرها ثروة هائلة، أموال كثيرة ومؤن عظيمة، أخذها كلها فأنفقها لله، فما بقي أحد من الفقراء والمساكين في المدينة المنورة إلا وقد أخذ حظه من ثروة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. السؤال المطروح أيها الكرام: سيدنا عثمان كان هذا دأبه، كان هذه هي عادته، أحيانا ينفق ثلث ثروته وأحيانا نصفها وأحيانا جلها وأحيانا كلها، ولماذا بقي غنيا؟ ولماذا لم تنفى ثروته؟ ولماذا لم يصب بالإفلاس؟ ولماذا لم يصبح معدما لكثرة ما أنفق؟ ولأنه يتعامل مع الغني سبحانه. هذه الأموال ينفقها لله ويقرضه الله تعالى قرضا حسنا فينميها له ويعطيه أكثر مما أخذ ويعطيه أكثر مما أعطى سبحانه عز وجل. هكذا أيها الكرام التجارة مع الله سبحانه عز وجل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. هذا وأصلي وأسلم على سيدنا النبي من البعث رحمة للعالمين. اللهم يا رب فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا رب تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واصلح عيوبنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا وتفرقنا على من ظلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مولانا أمين مؤمن جد ملك محمد السادس نوما توفق لما تحب وترضاه. اللهم يا رب أهل الحق حق وارزقه اتباعه، وأله الباطل باطل وارزقه يا كريم. اللهم يا رب اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن هو حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم يا رب وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.